شكرا كابتن عطار، قطع حضرتك عشان نروح لارض الملعب ومراسلنا محمد توفيق ولقاء مع المدير الفني الجديد مستر دانيال. اتفضل يا محمد. من جيب بتواصل معاك كابتن هيثم، تحياتي ليك وضيوف الكرام وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. هارد لك، يعني لم يكن التوفيق حليف النادي الاهلي في مباراه اليوم. الفريق ادى مباراه كبيره، طبعا بطوله تحضيريه الهدف منها هو التحضير فيما هو قادم من المواعيد. يعني يشرفنا يكون معنا في اول ظهور اعلامي ليه المدير الفني الجديد للنادي الاهلي دانيال جوردو. يعني في البدايه بنرحب بيه في اول ظهور ليه على شاشه قناه النادي الاهلي. يعني بطوله تحضيريه، لكن عاوزين نعرف انطباعه وازاي، يعني هو بقاله بس اقل من اسبوع مع الفريق، شايف الفريق ازاي وانطباعه عن الفريق. You and then the Ahli club. This is first time on you on Ahli TV. So they are asking about your preparation for the next coming preparation for the African Champion Club. So what is the plan for the next coming period? Okay, thank you very much for the welcome. Of course, this is going to be really, really good date for us because we have time to train. Yeah, I'm quite sure I have more than fear. Okay. Because we don't have training enough to train to this. ما كانش عندنا وقت كافي في الفترة الأخيرة ديت عشان احنا نلحق نعمل التحضيرات بتاعتنا. Prepare this tournament, but anyway, للبطولة ديت، ودي بطولة تحضيرية فعلا بالنسبة لنا. We are so excited to get one title in the season. فقدر ان الحمد لله دي تبقى تحضيرية فعلا بالنسبة لنا، ان احنا تبقى بداية كويسة بالنسبة للسيزون ان شاء الله، أول الأفريكان شامبيونز كلوب الأول بعد كده السيزون ان شاء الله. اكيد طبعا هو سال وعرف الشعبيه الكبيره للنادي الاهلي، طبعا جماهير النادي الاهلي مستنيه منه كاس السوبر الافريقي ومن بعده بطوله افريقيا. Yes. اهلي فانز. I think it's a big club. It's an amazing club with نادي كبير طبعا، نادي معروف، وقبل ما يجي طبعا سال ليه معجبين كتير اكيد طبعا. محتاجين النوعيه ديت، ان احنا عارف كويس قوي ان هو ليه تاريخ كبير قوي في افريقيا. Similar topics, similar characteristics to the European big clubs. قريبة جدا من الاحتكاك من الفرق الأوروبية والفرق العالمية، فالحمد لله إن عندنا فرق في النادي الأهلي كويسة. I feel the Alakli fans must be proud of this club. كمان المعجبين أو الفانز طبعا والجماهير لازم تبقى فخورة بالنادي بتاعها طبعا اللي هو موجود فيه دلوقتي. الإعداد إن شاء الله، يعني التحضيرات الأخيرة للسوبر الأفريقي ومن بعده بطولة أفريقيا على طول في النيجر. For the Super Club and the African Cup, the last preparation for the next coming period. You have any preparation, kind of preparation? We are going to go to Morocco and then we have a day. احنا طبعا طالعين الاول ان شاء الله يوم 1 مايو على المغرب، هنعمل هناك هنقعد هناك تقريبا 4 أيام 5 أيام معسكر. We can make the 1 week with the full squad to prepare this big tournament. في الفريق دوت ان شاء الله هنحاول في الفتره ديت ان احنا نجمع على قد ما نقدر التحضيرات بتاعتنا عشان نقابل بيها البطوله ان شاء الله ونواجه بيها في البطوله ديت الخصم بتاعنا المغرب. اخيرا طبعا يعني بنرحب بيه، ده اول ظهور اعلامي ليه، كلمه اخيره يقولها لكل جماهير النادي الاهلي من خلال لقائنا. Almost is welcoming you. One final word for the Ahli fans and for the TV. Yes, we are going to fight until the end. احنا هنفضل نحارب لغاية آخر لحظة. وهنفضل نحارب للجماهير بتاعتنا لغاية آخر لحظة. نتمنى له التوفيق ونشكره وإن شاء الله ترجعوا لنا بلقب السوبر الأفريقي وكأس أفريقيا. Thank you very much. Thank you. شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع المدير الفني الجديد للنادي الاهلي دانيال جوردو. يعني كل التوفيق للنادي الاهلي، يمكن النهارده ما حلفناش التوفيق، ولكن يتبقى الاهم زي ما قلنا هي بطوله تحضيريه ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي فيما هو قادم في السوبر الافريقي ومن بعده بطوله افريقيا ان شاء الله. ودايما يا رب النادي الاهلي يبقى في المقدمه ودايما يحقق كل طموحات جماهيره وان شاء الله تتعوض في اللي جاي، ودايما ابطال النادي الاهلي يكونوا عند الميعاد. كما كابتن هيثم اتفضل. زميلي محمد توفيق من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا.